السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ معكم محمد سعد وفيديو جديد. عايزك تمسح رقم الشخص اللي انت مستني ان هو يكلمك، عايزك تمسح الصورة اللي كل ما تبصها تزعل نفسك، عايزك تمسح الشات اللي بينك وبين الشخص اللي سابك اللي كل لما تفتكره وتقرأه تلاقي نفسك زعلت، وممكن يوصل بيك الموضوع انك تعيط، لان ببساطه شديده جدا اي حاجه في حياتنا ربنا بيبعدها عنا بيبقى اكيد فيها خير لينا، بل بيكون الخير دوت كبير جدا. انا عارف ان الموضوع مش سهل، وعارف ان الموضوع بالنسبه لك صعب، وعارف وحاسس بيك، وخاصه لو انت كنت بتحب بصدق، بتحب من قلبك والشخص دوت سابك، انا عارف شعورك كويس. بس هل هتفضل كده؟ هتفضل مزعل نفسك ومضايق نفسك؟ اكيد لا طبعا. عايزك لو انت عندك وظيفة تروح الوظيفة ديت وتشتغل فيها وتتعب فيها، وخليك افضل حاجة في الوظيفة ديت، تخليك مميز في الوظيفة ديت، تخليك جامد في الوظيفة ديت، ودايما تطور من مهاراتك، خليك افضل نسخة من نفسك. لو انت طالب عايزك تذاكر وتركز في مذاكرتك جدا، تبقى دحيح الدفعه زي ما بيقولوا، تخرج افضل نسخه من نفسك عشان توصل لمستقبلك. لان بص ببساطه مفيش حد بينسى حد نهائي، اي شخص سابك سنه سنتين ثلاثه ممكن بعد خمسه يرجع لك تاني، بس انا عايزه بقى لما يرجع لك يبص عليك يلاقيك نجمه عاليه قوي في السماء وهو في الارض، هيبص عليك كده ياه، هيتملى اخره يوم ما يستعظم هيتملى في جمالك ويفضل يبص عليك، لكن معمروش هيوصل لك. عايزك تثبت لنفسك باللي انت هتعمله دوت ان الشخص دوت هو اللي خسرك مش انت اللي خسرته. بتفرق قوي لما الشخص اللي انت سبته دوت هو اللي خسرك ولا انت اللي خسرته. عايزك تثبت لنفسك ان هو اللي خسرك. وانا متفائل لك خير جدا، وانا عارف ان الموضوع مش سهل، الموضوع مش سهل نهائي، بس صدقني النتيجة لما توصل لها هتلاقي نفسك مبسوط قوي قوي، ممكن تعيط من الفرحة لما توصل النتيجة. انا عارف ان الموضوع مش سهل، بس انا عارف واثق فيك ان انت قدها. يا ريت لو الفيديو عجبك اضغط لايك وانزل اضغط سبسكرايب عشان يوصلك اشعار بكل جديد، وقول لنا رايك في كومنت.